السيدات والسادة الحضور، بداية من يوم 16 يوليو الماضي وتحديدا مع سفر أول وفد من بعثة المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 وكل المصريين بلا استثناء مترقبين، فعلا إحساس ما يتوصفش، إحساس الفوز بالذهب. شكرا يا فريال. أعتقد أن الدولة المصرية عملت اللي عليها بمؤسساتها بشكل كبير، أعتقد أن ما كانش فيه تأثير في أي حاجة، فكان لازم يكون لنا دور مجتمعي في المسألة دي. كل الناس بتسأل طب إحنا إيه الموضوع؟ هو إحنا بنكرم ليه؟ هو أصلاً إيه زاد أو إيه الموضوع؟ هاخد من حضراتكم كده 3 دقايق سريعة، لأن ممكن في ناس تكون أول مرة موجودة معانا. إحنا فكرتنا في التكريم ابتدت على حاجتين فقط لا غير. مشهد كان ليه المبادرة فيه السيد رئيس الجمهورية في التكريم والتقدير الكبير جدا لأبطالنا، ثم مجهود كبير جدا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي بوجه له كل التحية، الحقيقة دور كبير جدا 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 في الإنجاز. شكرنا كل الناس وحقينا كل الناس، ولكن كانت قبل ما أشكركم وقبل ما أنزل وقبل ما ننتهي تكريماتنا كانت الحقيقة في تحية واجبة، وكان النهاردة احنا موجودين في أكبر تكريم حصل للمجموعة، ولكن كان في تكريم أكبر منه معنويا، وكان في تكريم دايما ليه الدافع، وكان في راجل دايما موجود في ظهر كل الأبطال دي، أعتقد إن هو برضو محتاج إن احنا نحييه، السيد رئيس الجمهورية. يعني الحقيقة هبدأ بالمكان. المكان كل الشكر والتقدير لنادي زاد على الانيشيتيف او المبادره للتكريم، ويمكن بدا الاتصال على طول بعد اولادنا لما جم الحقيقه، وكان في تواصل مع الكابتن فيس، ونقدر المبادره ونقدر هذا التكريم. كل الشكر والتقدير لتكريم اولادنا وابطال مصر. يعني ان شاء الله نقف هذا الموقف كتير جدا، ومن خلال المكان كل التحية والتقدير للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات وأعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين هنا النهارده، وكلنا جميعا بنقول لأبطالنا شرفتونا ومتشكرين، وهنسيبكم لغاية شهر 11، ومن بعد شهر 11 إن شاء الله تكون الرؤية الانتخابية وفترة الانتخابات والاتحادات هتكون بدأت الشكل الجديد أو الموجود، يبدأ برنامج 2024.